سعداء بلقياكم مشاهدينا الافاضل ومرحبا بكم في ملخص احد مواجهات الجوله 18 للدوري المغربي للمحترفين بين فريق الرجاء الرياضي ووداد فاس. الذهاب انتهى للنصور بهدفين لصفر، فسيعيدون الكره اليوم، هذا ما سنتعرف عليه بعد متابعه هذا الملخص. بالنسبة لمعنى المباراة فهي مباراة ماشي سهلة، كنظن بقيات المباراة خصوصا الشطر الثاني من الدوري، فهو دائما كيعرف واحد الندية، واحد الصراع، لف طليعة، لف مؤخرة ترتيب. كان الفريق وداد الفاسي فهو معنا كيصارع من اجل ضمان واحد المقعد في قسم الصفوه، فكنظن فهو غادي يجي باش يدافع على 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 الكرامه ديالنا بالدار البيضاء، الشيء اللي غادي يخلينا حنا خصنا نبذلوا واحد الجهد كبير وكبير جدا باش نحاولوا نمشيو على 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 المسار ديالنا حنا، خصوصا بان الفرق المطارده لنا فهي حققت نتائج ايجابيه، الشيء اللي غادي يخلينا ان شاء الله باش تكون المباراه تكون ان شاء الله ناخذها بواحد الجديه كبيره، لان ثلاث نقاط فهي كان معنا كتسوى الشيء الكثير والكثير بالنسبه للمباريات ديال الشطر الثاني من البطوله. كنظن الكل واعي بالمسؤوليه، الكل عازم ان شاء الله باش يحقق واحد النتيجه ايجابيه باش يرضي الجماهير اللي غتحضر اللي غتتابع، وباش ان شاء الله نحاولوا ما امكن باننا نديروا الفارق ديال النقاط باش نلعبوا باريحيه ان شاء الله. لقاء ما جميع المقابلات صعيبه، ما كانش لقاء صعيب او لقاء بحال المقابلات كامله بحال وغادي الدراري ياخذوا المقابله ان شاء الله بجديه ونحققوا الانتصار ان شاء الله ويبقاو ماشيين في نفس المنحى الايجابي اللي احنا فيه دابا ان شاء الله ان شاء الله.
إذا مشاهدينا أبناء الجنرال يحققون الأهم ويظفرون بالثلاث نقاط، مقابلة صعبة لكن المهم هو تحقيق الفوز. هنيئا لكل فعالية الأسرة الرجاوية، لكم تحية الطاقم التقني والصحفي، في أمان الله.